في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم احبتي من جديد ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ايها الاخوه الكرام ما مع سلسله الادعيه المباركه التي نستفيد منها في حياتنا اليوم والنهارده دعاء جميل جدا. بعنوان دعاء مريح جدا. استعينوا بالله تبارك وتعالى قائلين اللهم ثبتنا على الصلاة حبا وليس فرضا. واجعلها احب الينا من امور الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا ممن يرتاح بها وليس ممن يرتاح منها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وحسن عبادتك وأحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه تضرون في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته